معايا كده؟ فهو هنا، فهنا التتابع بقى هنا زي ما انتم شايفين خطوة بسيطة خالص، ولو انت متدرب بقى ما تاخدش وقت خالص. يبقى انا هنا خلصت الايه ديت، اولا الكونسترين الاولاني ده متحقق مظبوط وخليته بيرفكت، مفيش لوسز خالص، استهلكتهم كلهم. وهنا الكونسترين البريسيدنس الكونسترين كلها فيزابل، مفيش اي حد فيوليت الايه البريسيدنس كونسترين. من هنا طبعا هنا علامة في هنا انا ده اخترته، الحاجات اللي يعني كجايد ليك ان انت ما تخطأش ولا حاجة، او تاخد حاجة مرتين، او ان انت تعدي حاجة كده. اول ستيشن خلص، افتح تاني ستيشن نمبر 2، اطلع من فوق تاني، اخد ابتدي ادور اعمل سكان. هل واحد خلص؟ اه واحد خلص، انا واحد نزلته هنا اهو، واحد خلص. اخد 7 من 10 استفتح بيها مين الستيشن رقم 2، 7 من 10، ارجع تاني اعمل سكان تاني، خلاص الواحد اتاخد معايا. التلاتة والاربعة، التلاتة والاربعة تاخدهم، اه الاربعة تاخد، التلاتة ما تاخدش، لا ما ينفعش اخد التمانية. آه طب التسعة وعشرة، لا لسه. طب اخد الاثنين، احنا لسه الاثنين واخدينها يا دكتور، الثلاثة معانا، التلاتة ايه؟ الثلاثة احنا حطيناها في ستيشن 2. اه التلاتة معانا صح، التلاتة معانا، فاحنا ممكن ناخد دي، فاحنا خدنا تمانية، نيجي ناخد تمانية، قالي ده 7 من 10 ومعاك 6 من 10، ده انت عملت فيوليت للايه للتي سي، لا ما ينفعش، ما ينفعش اخد 8 بسبب الايه السايكل تايم، هيعمل فيوليت ليها او انت اكسيد الايه السايكل تايم، مش هينفع معايا ال 8 دي. من هنا كنسلتها عشان التي سي، ارجع على بعدها وهكذا بقى، ايه نفس الفكره هتمشي معاك. نشوف كده مع بعض، قعدت اعمل سكان ما لقيتش الا التاسك رقم 6 هو اللي هينفع معايا فقط، هو اللي هينفع معايا. فين تاسك 6 اللي هو ده؟ كل حاجه 11، فبقى ايه 81. قلت ده انا لسه معايا، لسه معايا 19%، اشوف لي كمان تاسك. عملت سكان ما لقيتش ولا تاسك يحقق البرسيدنس او يحقق الايه، او يحقق ال يكون اقل من الايه من السايكل تايم. فخلاص فانا قفلت بقى الايه السيشن على كده، وهبدا ايه سيشن جديد. نفس بقى الفكره، هتبقى هتلف. طبعا النقطه دي نقطه جوهريه واساسيه في حلك اللي هتبني عليه بعد كده، لان ديت يعني دي يعني ايه ده الجزء الحلو بتاع الحاجات اللي بعد كده، يعني انت هتبقى حاجه صعبه كومبليكيتد مبنيه عليها، فلازم تكون انت باني ديت مظبوط، اي خطا هيترتب عليه خطا تاني. اوكي، فانت مثلا سي انت هنا في الترتيبه ديت عملت السايكل تايم بتاعك واحد، فانت عندك هنا ايه هتبقى عندك هنا ايدل 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 ايدل، فانت عندك دي عندك هيبقى في لوس في الموضوع ده. انما ممكن حد يحقق اقل من الواحد، ممكن تتحقق حسب الايه حسب يحقق يعني يكون خطا في حاجه مثلا، وعمل خد الواحد من عشره ديت ما حطهاش هنا فبدا ينزلها، فبدا ممكن تعمل له 6 ستيشن فتعمل مع الوصف. فالنقطة دي تكون ايه نكون واخدين ايه بالنا. بص معايا كده، يبقى ديت الستيشن بتاعتي اللي احنا اخترناها هناك. هنبص كده، يبقى دوت الخط بتاعي هنا هيبقى ستيشن واحد، واخدة الاليمنت ديت وهتاخد التايم بتاعها، ستيشن اتنين، ستيشن تلاتة، ستيشن اربعة، كل واحدة لها التايم بتاعها تي التي طبعا دوت التي اس اي، وهنا الستيشن اي، فدي تي اس 1 بيساوي 1، تي اس 2 بيساوي 81، وهكذا. فدوت الايه الخط اللي انا صممته. من هنا اللاين افشنس بتاعي كفاءه الخط هتساوي 4 على ديت، الدي هتساوي البالانس لوس، طبعا البالانس لوس هيساوي كام؟ 20%، اللي هو طبعا هما الاثنين دول بيمثلوا 100%. عندك ايه قص في الخط؟ تمام؟
الواحد من ده دكتور، ده مش الهيوريستيك، ده اكبر ستيشن اللي هي ستيشن واحد. الواحد من الدوت اللي هو ده، ده اللي هو جاي من دي. اه تمام، اه يعني ده لو اللي كان هو دي 9 من 10 كنت هاخدها 9 من 10. بالظبط تمام بالظبط بالظبط كده. نشوفوا كده مع بعض، يعني هو ماليش علاقه بالايه، ماليش علاقه بالتي سي. دي انت هنا بتقول الماكسيمم تي اس، ده الماكسيمم تي اس اللي انت بقى بعد الاكشوال بقى الحقيقي. طبعا النقطه دي هنفصصها دلوقتي ونشوف الجزئيه دي. يبقى انا عندي هنا قال لي طب خد بالك بقى، عشان احنا ما خدناش بالنا من حته التي ار، ان احنا عندنا ترانسفير تايم. فالترانسفير تايم دوت السايكل تايم بتساوي تي اس زائد التي ار. التي اس طبعا اللي هي ان احنا سميناها السيرفس تايم، اللي هي الماكسيموم ايه اللي هي البوتل نيك تايم التي اس ده. فقال لي السايكل تايم التي سي هتشتغل على التي اس اللي هي الماكسيموم او البوتل نيك تايم زائد تحط التايم بتاع التي ار. فانت كده لو انت عملت الوضع دوت على الواحد دقيقه ديت، عملت واحد دقيقه وعملت واحد من عشره، فانت هتلاقيك ما انتش هتحقق الكلام اللي انت عايزه. يعني كان المفروض ان احنا خدنا في اعتبارنا الايه؟ التي ار في قبل، وانا بصمم قبل ما اصمم. يعني التي اس كانت ما كانتش تخترق الجزئيه دي. فلو احنا كتبنا الكلام ده هيبقى تي سي واحد واحد من عشره. واحد واحد من عشره ديت مش هيحقق اصلا الايه؟ اللي انت كنت بتقول عليه. اوكي في المساله ان هي 120,000. فلازم ناخد في اعتبارنا التي ار. طيب ازاي بقى ناخد في اعتبارنا التي ار؟ نشوف كده مع بعض. بقول لي هنا ايه؟ التي اس بقى اللي احنا بنقول عليها، التي اس هتبقى اللي انت هتصمم عليها. بقول لي بتساوي الماكسيمم تي اس اي اللي هي تقريبا هتكون اقل من التي سي اللي انت عايزها، ناقص التي ار اللي انت دي تي ار. تي ار اللي هي اللي هي الترانسفير تايم، هتبقى ناقص التي سي دي انت عارفها من البرودكشن ريت اللي انت عايزه. والسيستم اللي هو هينقل انت عارفه هياخد وقت قد ايه. فزي ما انت عارف النقطتين دولت، اذا لما تيجي تصمم بقى صمم لي على التي اس. واخدين بالكم؟ فانت عندي هنا، فقال لي قال لي هيظهر لي حاجه اسمها الريبوزيشننج لوس. اللوس بسبب الترانسفير تايم. التي ار ديت عشان انقل من حته لحته بيسموها الريبوزيشننج لوس. لوس بسبب النقل او بسبب. فقال لي لازم تاخده في الاعتبار. قال لي طب هو ايه ده؟ قال لي عباره عن التي ار. التي ار هي جايه من ريبوزيشننج افشنسي. الاي ار بتساوي التي اس على التي سي. فقال لي ان التي سي طبعا اعم. التي سي هي بتساوي هتبقى اكبر من التي اس لان فيها داخل فيها تي ار. فقال التي اس ديت التي اس هتساوي التي سي ناقص التي ار اللي هي التي اس اللي انت هتصمم عليه. فانت كده خرجت التي ار من الحسابات قبل ما تصمم عشان تنتج ايه، تتحقق المطلوب. تمام. فقال لي خلاص احنا ناخده في الاعتبار كرام، هتبقى الاي ار اللي هو الريبوزيشن افشنسي. تمام. اللي هي الكفاءه بسبب ان الترانسميشن سيستم ده او الترانسفير سيستم بياخد وقت. فقال لي هتساوي التي اس اللي هو البوتل نيك على التي سي. التي سي هيساوي بنسميها ايه؟ الاي ار. فنبص مع بعض كده، هنلاحظه مع بعض ان هي دوت البوتل نيك. طبعا الرسمه بتاعه الثانيه كانت احسن من الرسمه دي. كان التي ار عند الحته دي. طب استاذ ثانيه واحده ايه اجيبها لكم. نجيب الرسمه دي بدل الرسمه دي. ايوه هي دي. Thank you.
هي لها بس ماشي هنا. فهنبصوا كده معايا، فانت عندك هنا التي ار اهي، عندك التي اس، فالتي اس دي لها ايه؟ لها التي اس اي هتتغير، انما تي اس من غير اي اللي هي المسافه بتاعت البوتل نيك اللي هي تي اس الكبيره الماكسيمم تي اس اي اللي هي دي. قال انت عندك في تي ار ثابته اهي مع كله. السايكل تايم بقى بتساوي التي البوتل نيك تي اس زائد التي ار. فقال لي اذا لو انت عايز تصمم تي اس عشان تحقق التي سي دي يبقى لازم نطرح التي ار منه. فقال لي التي اس لازم تكون اقل من او يساوي التي سي ناقص التي ار. اوكي، فبدا يعمل ايه الحركه، فبدا يظهر له حاجه اسمها الريبوزيشننج ايه افيشنسي الاي ار. المثال ده هو نفس المثال اعتقد بس الكتاب الاولاني، هو برضه ادى الوقت وادى عايز 100,000 في السنه، وبس هو ادى كفاءه للخط الاب تايم افيشنسي فور ذا لاين ويل بي 96%. فده كفاءة للخط اللي هي الاي. الريبوزيشننج تايم لوست بير سايكل ويل بي 8 من 100 مينيت. دي تي ار، تي سب ار مش الاي ار. طبعا الاي ار هتبقى برسنت طيب مش لسه. فقال لي ان الريبوزيشنال التي ار هتبقى 8 ايه من 100. فبقول لي حدد لي بقى ايه، قول لي التوتال ورك كونتين. طبعا هو مديك التيبل وبقول لي تي دبليو سي والريكوايرد اورلي برودكشن ريت الار بي تو اتشيف ذا انوال ديماند، وقول لي التي سي بكام، وقول لي كمان الثريتيكال مينيمم نمبر اوف ورك ريكوايرد اون ذا لاين. الثريتيكال نمبر اللي هو الرقم الايه، اقل رقم ممكن ينفذ الموضوع ده. يعني بمعنى ايه ان هو اللي احنا قلنا عليه بالايه بالمتباينه. اقل حاجه هنشوفه دلوقتي في الحال. وقول لي السيرفيس تايم التي اس تو ويتش ذا لاين ماست بي بالانس. عايز يقول لي هات لي التي اس اللي هي اللي انت لازم تعمل بالانس عليها اللي هي الليمت بتاعها. فان هنبص على ده البيانات نفس البيانات وبدا يحل. فبقول لي هنا التوتال طبعا السميشن 4 مينت، وبقول لي هنا الجيفن انوال ديماند ذا اورلي برودكشن ريت هيساوي. طبعا هنا غيرنا كان 60 في المساله اللي فاتت لان هنا كان 120,000 هنا 100,000. فقال لي انت عايز 53 وشويه يونت بير اور. الكورسبوندنج سايكل تايم هيبقى هنا التي سي عشان تحقق البراكتيكال دهوت برودكشن ريت براكتيكال دهوت يبقى لازم تكون التي سايكل بتاعتي 60 مينت. 60 مينت دولت لازم اصنع فيهم الايه، اصنع فيهم الرقم ده 60 دقيقه اصنع فيهم 53.3. بس ال 60 دقيقه دولت مش كلهم افيلبل. ضربت في الكفاءه بتاعه الخط اللي هي الاي اللي هي 69. فمن هنا 60 في الرقم ده في الاي هيقول لي اذا لازم تكون السايكل تايم بتاعتك 1.8 من 100 مينت عشان ايه تحقق الكميه ديت في الساعه. تمام. فقال لي هنا طب انا عايز اقل عدد من الاستيشن ان هي ثريتيكال مينيمم نمبر اوف ورك ستيشن. اقل عدد من طبعا هنا بيفترض ان كل ستيشن فيها وركر، فهو بيقول لك عدد الوركر يعني هو قصده عدد الاستيشن او عدد الورك. تمام. فهنا قال لي عشان تجيب اقل عدد هو مسميها هنا الدبليو ستار، وكنا هناك قبل كده بنقول المينيمم ان اللي هي نمبر اوف ستيشن. هنا عشان الوركر بيقول لك دبليو عدد، فهي طبعا كل ستيشن لها ايه لها 1 ورك. فهنا هيقول المفروض ان هو لازم المينيمم يكون الانتجر اللي بيحقق الكلام ده. فقال لي لما حسبت ديت 4 على التي سي اداني 3.7. إذا أقل عدد من الستيشن لازم يكون 4 ستيشن على الأقل عشان لو أنا ما أهملت البرسيدنس كونسترينت هيبقى 4. أوكي؟ وطبعا وأهملت طبعا القيود بتاعة الإيه الليمت بتاعة إن الستيشن ما تتعداش الإيه الليمت بتاعها. بقول لي هنا الـ available surface time against which the line must be balanced. اذا لو انت جيفن التي ار ب 8 من 100 زي ما هو مديها لك في المساله
اذا عشان اصمم الخط هصممه على التي اس، التي اس مش التي سي بقى، لا التي اس، لان التي سي دي كانت مضمن فيها تي ار، وانا اصلا لازم مصمم ما احطش التي ار في الاختبار. فهنا قال لي ايه، هعين التي اس هيساوي ديت ناقص 8% هيساوي واحد ايه واحد من. طبعا هو مظبط الايه الارقام عشان يطلع لك واحد ايه واحد من في الاخر. يبقى انت هبدأ تصميم بقى الخط بقى بالتي اس دي، تصمم ايه الخط بالتي اس. طبعا الكميه اختلفت هنا، انما لو دي 120 كانت الدنيا اختلفت، كانت تي اس كده هتاخد رقم كبير. تمام، نرجع. يبقى دوت الايه، هبدأ تصميم بقى الخط من النقطه دي من التي اس اللي هي الخطوات اللي فاتت، بس هتاخد الليمت ايه بتاع نصب. بص يعني خلاص احنا فاضل لنا تقريبا 2 سلايدز، البالانس افشنسي اند ديلي. بص بعض الحاجات بقى المهمه اللي احنا ناخد بالنا ونشوف الايه الفروق والحاجات دي. ميجرز اوف لاين بالانس افشنسي، ميجرز اوف لاين بالانس افشنسي بعد بقى الكفاءه، هل في كل الافشنسي كلها زي بعضها ولا في اقدر افصص حاجات؟ يعني اقول المشكله دي جايه من هنا، المشكله دي جايه من هنا، المشكله دي جايه من هنا، يبقى هل هي في افشنسي وحيده ولا في اكتر من حاجه؟ قال لي لا، انت عندك ايه؟ ثلاثه. Because of the differences in minimum rational work element time. طبعا بسبب ان انت ما عندك كل work element عنده time مختلف، يبقى انت عندك في اختلافات في الورك في التايم. وكذلك البرسيدنس كونسترين among the element، برضه في اختلاف في كونسترين اللي حوالين الالمنت وبعضها، يعني دي قيود، قيود على it's virtually impossible to obtain perfect line balance. دي الحاجتين اللي هما مش مخليينك تجيب البيرفكت لاين balance. تمام، measures must be defined to indicate how good a given line balancing solution is. طبعا لازم يكون انت كمهندس هندسه صناعيه معاك ادوات تعرف بيها كفاءه التصميم اللي عندك دوت، هل هو كف شغال مظبوط. يبقى انت لو رحت على خط قعدت تحلله لازم تطلع العوامل البارامتر اللي طلع لك الافشنس بتاعته عشان تقول اه هنا في مشكله، هنا في مشكله هنا. بيقول لي one possible measure is balance efficiency which is the work content time divided by the total available surface time on the inzala. قال لك هنا هتساوي الاي بي اللي هو البالانس افشنس، بيقول لي بيساوي التوتال ورك كونتين بقسمه على عدد الستيشن في التايم بتاع الستيشن. خدوا بالكم التي ار مش داخله في معايا في مع التي اس، دي مش التي سايكل، دي التي ار مش داخله معايا. فبقول لي هنا كفاءه الايه اللي هو الالوكيشن اللي هو البالانس كفاءته، فبقول لي هو عباره عن الوقت الكونتنت على الوقت اللي انت قسمت، وقت التقسيمات اللي انت قسمتها. فطبعا لو هما بيساووا بعض يبقى الاي بي هتساوي 100%، لو هما ما بيساووش يبقى انت هتبقى ايه اكيد الكفاءه هتبقى اقل، الاي بي الاي بي ديت هتبقى اقل من 100%. الكومبلمنت اوف بالانس افشنسي از بالانس ديلي، الكماله بقى بتاعت ده هتبقى بنسميها البالانس ديلي اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هي معادلته الدي بتساوي الايه الكلام ده. تمام، خدوا بالكم هنا تي اس بقى احنا خلاص خلعنا من التي سي لان عرفنا ان في حاجه اسمها تي ار، فبدينا نخلع من التي سي ونقول لا ده خد بالك احنا هنا دي هيتحسب بالتي ايه بالتي اس. يبقى دوت الاثنين دول بقى مجموعهم هيديك 100%. يبقى احنا عندنا ايه اول حاجه الاي الاي بي ديت كفاءه الايه كفاءه الحل اللي انا حليته. بقول لي هنا worker requirement in order in our discussion of the relation in this section we have identified three factors that reduce the productivity of a manual assembly line. ثلاثة حاجة they can all be expressed as inefficiency, line efficiency, the proportion of uptime on the line اللي هي الوقت الأبتايم في اللاين اللي احنا بنقول عليه 60 في الاي، يعني انت عندك 60 دقيقة في الساعة، هل هم 60 دقيقة كلهم افيلبل؟
ولا في ولا متاخد حاجه. فده اول حاجه، ودي طبعا بتبقى يعني معروفه بقى من بيعطل قد ايه، الدنيا هتعطل قد ايه، او من المتوقع او من خبرات سابقه ان ممكن ما تبقاش الكفاءه كلها 100%، ما تقدرش تستغل 60 دقيقه، وممكن تستغلها يعني حسب الايه المعطيات اللي عندك. عندك كفاءة جهاز اللي بينقل، عندك جهاز بينقل ما بين ستيشن وستيشن، ممكن تكون بتنقل في نو تايم. يعني انت عندك الستيشن زي ما شفنا كده في الفيديو، شخصين جنب بعض، فهو بيجي مدد ايديه مديله، بعد ما بيخلص بيحط بيديله البتاع في جنبيه. فتقريبا انت عندك 100%، ما فيش الاي ار، ما فيش تقريبا، ما فيش لوسس في التي ار، تقريبا صفر تي ار من، او يكون في، يكون الاستيشن ما بين الاستيشن والاستيشن مسافه، فدي بتسمح ان في وقت بيتنقل فيه الحل. ثالث حاجه اللي هي بتاع البالانس بتاع الحل بتاعك الاي بي، يبقى انت عندك الاي وعندك الاي ار وعندك الاي بي. الاي بتاعه الاب تايم بروبورشن، الاي ار بتاعه الريبوزيشننج افشنسي، الاي بي بتاعه كفاءه الحل بتاعك. Together they comprise the overall labor efficiency. ده هو بيديك الليبر الاوفرول ليبر افشنسي اون ذا اسامبل لاين. يبقى انت ممكن اجيب الكفاءه العامه للخط، مش لازم، ممكن بقى للستيشن، للخط كله يعني. لو هو لو مانوال يبقى كفاءه الناس كلها العامه بيساوي ضرب الثلاثه ايه، ضرب الثلاثه ببعض. Using this measure of labor efficiency, we can calculate a more realistic value for the number of worker on the assembly line. هنا ممكن بقى نعيد صياغة الايه المعادلة دي، اللي هي المينيمم نمبر اوف ستيشن، طبعا بتبقى انتجر، يبقى هتاخد، تبقى اكبر من هو المينيمم انتجر، يعني اول انتجر يقابلك هيبقى ده عدد الستيشن. طبعا ده عدد الستيشن بغض، لسه اللي هتصمم ده عدد المينيمم، بس لما تصمم الخط ممكن يطلع اكتر من كده. فبقول هنا ايه، ان انت هيساوي البرودكشن ريت اللي انت عايز تحسب عليه الحقيقي اللي انت طالع من المساله لكل دي، والتوتال ورك كونتنت اللي هو طالع من عندك هتقسمه على الايه 60 في الاي في الاي ار في الاي بي. لو لاحظنا بقى هنا طبعا ايه، ان التي اس لو احنا خدنا الاي اس دي كانت بتساوي الاي تي سي في ال احنا عندنا هنا ايه، لو احنا الار بي على 60 في الاي تي، الار بي على 60 في الاي دي هتديك التي سي. شايفين احنا عوضنا عنا دي وحطينا بدلها على تي سي. لو انت عينت التي سي في الاي ار، التي سي في الاي ار هيديك التي اس. يعني ايه المعادلات كلها ايه تقريبا ايه تلاقي بعض، شايفين يعني كلهم جايين من بعض يعني كده. تمام كده تمام تمام يا دكتور. يبقى انت دلوقتي هتصمم على ايه، على التي اس اللي انت هت ايه هتقرا من المساله وتصمم عليها، تعمل خطواتك وتطلع الايه الاستيشن بتاعك. في اي عايزين اي حاجه دكتور؟ ممكن يكون في لاين الافشنسي بتاعته اعلى، بس عشان خاطر ان السايكل تايم بتاعته قليله فيبقى التايم الثاني السيستم الثاني حتى لو كانت الافشنسي بتاعته اقل، بس السايكل تايم بتاعته اقل فيبقى البرودكشن ريت بتاعه اعلى، فكده الافشنسي مش داخله معايا خالص كفاكتور في البرودكشن ريت. اللي كان النقطه ديت معلش بالراحه، انت بتتكلم على هنا على هنا البرودكشن ريت لما اجي احسبه الافشنسي بتاعت اللاين بالانسنج مش فارقه معايا خالص بيه. الافشنسي بتاعت اللاين اللي هي الاي بي، الاي بي دي مش هتفرق؟ لا ده هتفرق. لو انت دخلت الاي بي دي معاك
معنى كده انت صمم. لو انت دخلت الاي بي يبقى انت صممت بالفعل. لو انت دخلت الاي ار يبقى انت دخلت الاي ار بالفعل. يعني انت بص، لو احنا لغينا الاي بي ولغينا الاي ار هيتفضل التي دبليو سي على التي سي. لو احنا لغينا الاثنين دول، لاحظين معايا؟ لو لغينا دي ودي، دي ما هي دي الاساسيه اللي احنا اشتغلنا بيها. بعد كده قال لي لا 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 لا، ما تشتغلش بالتي سي، لا معلش انت اشتغل بالتي اس. قلت له طب والتي اس ده ايه؟ قال لي لا، انت هتضرب هتضرب في الايه، في الاي ار عشان تديك التي اس. فالاي ار لما تنضرب هتقلل لك التي سي شويه. يبقى انت خدت الترانسميشن سيستم في الاعتبار بعد ما صممت ده اداك مينيمم معين، وليكن مثلا ايه زي مثلا ايه اداك 4.9، فانت قلت 5، فانت بعد ما صمم طلع لك الاي بي. فلما جيت تحطه في المعادله ديت لقيت الاي بي ديت قالت لك لا ده مش 4.9، ده انت تاخد 5.6، يبقى هتضطر تاخد 7. يعني الاي بي دي ما بتظهرش الا بعد التصميم. فهو بيقول لك ان هنا لو انت صمم وطلع الاي بي دي لها قيمه اقل من 100%، يبقى خد بالك ممكن الرقم ده يزيد بواحد، ممكن يزيد بواحد لو كان الفرق ايه. فانت لاحظ تتابع الايه، تتابع الحاجه معايا مينا. طب ما انا لو عملت كده هزود البرودكشن ريت عن اللي انا كنت عاوزه وحسبته من الاول. انت مش هتزود البرودكشن ريت، ده انت عندك لوسز. مفيش، ده انت هتنتج نفس البرودكشن ريت. يعني طبيعه الفوتنج اللي حصل دلوقتي اللي انا قلت عليه، فانا قلت لكم لا ده زي بعضه، ما حصلش حاجه، ده زي بعض. انت هنا بتقول ايه؟ بتقول هنا ان اولا لو انا لغيت الدي ولغيت دي، لغيت الاي ار والاي بي لغيت، فانت لسه في المرحله الابتدائيه، ما حلتش حاجه، ما صممتش خط. فقلت لي اذا هيبقى المينيمم بتاع عدل ستيشن مينيمم هيكون اكبر من 4.9. هتقول لي 5، انت كده هتقول لي 5. هتقول لك طب ايه، هو انت خدت الاي ار في الاختبار؟ قلت لي لا. قلت لك طب حط الاي ار في المعادله. فجيت انت حاطط الاي ار هنا وعينت الاي بي، لسه الاي بي ما اتحطتش. فلما حطيت الاي ار دي كانت 4 ايه، كانت 4.9 خليتها لا بقت ايه، بقت 5.3. فلما 5 قلت لي كده بقت 6، فعشان انا حطيت الاي ار في الاعتبار. فانت قلت لك 6، طب خلاص صمم بقى، صمم بقى على الشغل بتاعك. فروحت تصمم فلقيت ان البريسيدنس كونسترين عمل لك مشكله، فما عرفتش اصمم بيرفكت. فلما عمل لك مشكله وقعدت تصمم طلع ان ايه، طلع لك اي بي في بعد التصميم، طلعت لك الاي بي في الاعتبار، طلعت لك بقى اي بي ان هي مش 100%. فلما جبت تحطها الاي بي هنا هتظبط لك الرقم بالظبط اللي انت طلعته بقى، هيقول لك انت كده بالظبط هيبقى ما يقلش عن كذا. واخد بالك؟ ماشي، بس انا كل ما ازود عدد الستيشنز كل ما هقلل الافشنسي. ما هو طبيعي، ما هو طبيعي، ما حدش قال لك ان انت، ما انت هو بيقول لك ده هزود عدد الستيشنز هزود البرودكشن ريت. لا طبعا انت عندك حدود، انت عندك حدود للبرودكشن ريت. هتزود على الستيشن فعلا، هتزود البرودكشن ريت، هتزودها فعلا. بس انت هتزود على الستيشن، هتوزع عليهم الايه، هتوزع عليهم التاسكس. فانت زي مثلا عندي 12 تاسك، اوكي عندي 12 تاسك، الحاله بتاعتنا اللي هي فاتت دي عندي 12 تاسك. تقدر تقول لي ان انت، احنا دلوقتي صممنا تقريبا على 5 ستيشن، تقدر تقول لي المينيمم بتاعي كان هو بادئ قال لي انت 4 ستيشن، فلما جيت صممت قال لي ده انت كده هتبقى 5 ستيشن، مش هتعرف تجيب 4، هتجيب 5 ستيشن. طب انت قلت، انت بتقول لي دلوقتي ان انا لو زودت خليتهم 6 هيدي برودكشن ريت اعلى، خليتهم 7 هيدي برودكشن ريت اعلى. طب تعالى تقول لي اكبر عدد ممكن من الستيشن هيبقى كام؟
هيبقى 12 قد عدد التاسكس. هيبقى 12. طب تعرف تقول لي البرودكشن ريت اللي هيقابلهم هيبقى كام؟ هيبقى بناء على 7 من 10 من الده. اه يعني انت معنى كده ان انت اللوس بتاعتك هتبقى عاليه جدا، لان انت عندك 1 من 10، فانت عندك ايدل تايم هنا ضخم، هيبقى هنا عندك ايدل تايم. يبقى انت هنا يبقى الحاكم ليك، وده سؤال على فكره جه في الامتحان قبل كده، جه سؤال في الامتحان قال لك ايه هو اعلى برودكشن ريت ممكن تحصل عليه بالنسبه للخط. يعني انت خلاص انت صممت اهو، فانت قلت كده هحقق ال 100,000 كده في او ال 120,000 في السنه، فانا قلت لك ايه، طب معلش بقى، طب صمم لي خط واديني اعلى برودكشن ريت. فانت المفروض اللي هو هيعمل هيجي يصمم هيصمم بقى على تي اس بكام؟ ب 7 من 10، ويبتدى يشتغل على 7 من 10 يديني عدد الاستيشن اللي حي... اللي هم عمرهم ما يحبوا 12 بقى، فهيديك، وده هيبقى احسن خط باعلى كباسيتي، واخد بالك؟ يعني انت عملت له تصميم عند 7 من 10 واي استيشن زياده عن كده هتبقى اللوسز بتزيد، واخد بالك؟ تمام. بس هي فكره ممتازه، يعني لمحه ممتازه يا مين. ماشي يا شباب، ماشي. بالنسبة يا دكتور للميد تيرم هيكون نظامه ايه؟ انا قلت لك الميد تيرم هيبقى اونلاين، هتمتحنوا على البتاع ده هو هن انتوا بعت لكم انتوا اخر حاجه اخر اساينمنت كان فيه اسئله وترد على السؤال، لو انتوا شفتوا الحته ديت في اخر اساينمنت، ودي انت بترد على كل سؤال. كان كده فاهم. شفناه يا دكتور. فهتبقى ايه بنفس الفكره ديت، يعني هتبقى ان انت ممكن يكون هتبقى سؤال وممكن يكون في اوبشن تختار زي كده تختار تحل الحل، او ممكن تكون ان انت سؤال وهتصور الحل بتاعك، هيبقى كل سؤال تحتيه انك ترفع صوره او ملف صوره، يعني هتيجي مصور حل على الورقه وتيجي مصور الحل وتيجي رفعه بالموبايل بتاعك وتيجي اتاتش للايه تحت الحل، يبقى السؤال وتحتيه الحل اللي انت حليته على الورقه، وبعدين تيجي رايح للي بعديه حل السؤال واتاتش الايه الحل تحت السؤال، واخد بالك؟ وممكن يكون ان انت ايه ان انت يكون ازاي السؤال وتحتيه اوبشن الاختيارات الحلول بتاعتك، وبعد كده اقول لك ايه حمل بقى الورقه اللي انت حليت فيها حملها السؤال ده. تمام، ده كويس يا دكتور. يبقى انت دلوقتي دكتور طب ما صورهم كلهم وارفعهم في ملف واحد توفيرا للمجهود، يعني والله اقول لك حاجه، يعني ممكن هعمل لكم تريننج، ابعت لكم حاجه زي بالظبط سيموليشن للامتحان، اديكم حاجه اقول لك مثلا ايه اكتب مثلا اسمك كذا كذا كذا، يعني ايه مش عارف ايه اختيارات كذا، اعمل كذا اختيار، وبعدين طب ارفع لي بقى كنت كتبت الكلام في ديك وصوره، بحيث ان انت تحس ايه نفس الحاجات دي هتيجي بس على المسائل، خد بالكوا. فدي نقطه ممكن ايه تبقى انت خلاص عرفت الدنيا هتمشي ازاي وتيجي ازاي. وحضرتك ممكن تسالنا اسئله نظري زي الاساينمنت الاخير ده مثلا، ممكن مثلا نعمل اساينمنت او اقول لكم حاجه، نعمل اساينمنت دهوت بنفس الطريقه اساينمنت ده. لا في المكتب ما هيبقى في اسئله نظري، النظري اصل الكتاب معاك يعني والكاريزما بالظبط، يعني لو في نظري ولو في نظري مفيش مشكله تدور على النظري برضه، يعني ممكن اختبرك يا امينه تدور على النظري يا دكتور. كنترول اف وهكتب السؤال هيطلع لي الاجابه. كنترول اف تدور عليه يعني. فمش مستاهل. طب معلش يعني. ما هو ممكن ما يبقاش حد عارف كنترول اف دي. طب اهو معرفوها صح؟ ايوه بعرفني بقى حوار كنترول اف دي. احنا محدش النهارده داخله معانا في الميد تيرم صح ولا لحد المحاضره اللي فاتت؟ طب انا هقفل بس عشان التسجيل ما دخلش اول 5 محاضرات اساسا. اول 5 بس؟ دي واللي فاتت.